قلبي حاسس انك عامل حاجة من وراي. انا كنت ناوي اقولك انت بالذات يعني. ونازك يا سليم. ما اقدرش يعني، ما انت عارف. لحد امتى يا ابني؟ ما انت مش هتقدر تخبي عليها حاجة زي دي العمر كله. زمن يحلها بقى. وهتعاشرها ازاي وانت بتكذب عليها الكذبة دي؟ انا مربياك وعارفاك مش هتقدر يا سليم. ثم نازك ما عملتش فيك حاجة وحشة، بالعكس انت اللي مقصر معاها، حرمتها من الضنا وديته لواحدة تاني. غصب عني يا نينا، مش بخاطري. ازاي يا ابني بس؟ طب دمته اول ما اتجوزته كنت بحبها وسعيد معاها، لغاية ما عرفت حكايتها، ما عرف قصة الاحضار. بس الحكاية دي كانت قبل ما هتقولي لي قبل ما تتجوزني وده ابن عمها. انا عارف، ما قالتليش من الاول ليه؟ غشتني ليه يا نينا؟ غش ايه يا سليم؟ اعوذ بالله، ده في بنات يا ابني. يا ابني نازك فضلت تحبه حتى بعد ما اتجوزنا. ما تقولش كده يا سليم، نازك ست شريفة بمشاعرها يا نينا، غصب عنها. كنت بصحى من النوم على صوتها بتنادي وتكلمه وتستعطفه. من ساعتها نازك ما بقتش نازك، ولا انا بقيت انا. كنت كل ما اجي اقرب منها جسمي يتلج، ما اقدرش المسها. بس ده عذاب يا ابني وحرام كمان. بعوضها، بكبر لها ثروتها، وهعوضها اكتر لما ترسى عليا خرطة الوكالة. هكتبها باسمها وهفسحها زي زمان واسليها. بكره هعمل لها حفلة هنا. هتلهيها عن ايه يا سليم؟ عن